عايز اقول لحضراتكم بعض الاخبار السريعه. ديفين دي بروين طبعا النجم البلجيكي الرائع ولاعب المان سيتي بيحصل على افضل صانع العاب في العالم عن عام 2021. الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء لكره القدم اعلن يوم الاثنين عن فوز الدولي البلجيكي كيفن دي بروين لاعب طبعا وسط المان سيتي وبجائزه افضل صانع العاب في العالم خلال العام 2021. طبعا دي بروين ادى طبعا اداء اكثر من رائع مع المان سيتي في الموسم الماضي وحصل على بطوله الدوري وما زال يؤدي بشكل اكثر من رائع وتوج زي ما بقول لحضراتكم مع المان سيتي ببطوله البريمير ليج طبعا واخذ الدرع او اخذ هذه البطوله بصعوبه امام ليفربول. ديفين دي بروين كمان كان احد افضل العناصر في المنتخب البلجيكي طبعا خلال الموسم الماضي وقاد المنتخب البلجيكي باداء اكثر من رائع في نهائيات كاس الامم الاوروبيه اليورو 2020 وكمان ادى اداء رائع في بطوله الدوري الاوروبي. دي بروين اكيد نجم كبير جدا هو احسن او افضل صانع العاب في العالم في 2021. طيب الخبر اللي بعد كده كمان عندنا يمكن من محبي نيمار للاسف المتابعين الدوري الفرنسي في مباراه باريس سان جيرمان وسانت اتيان اتعرض النجم البرازيلي الكبير نيمار لاصابه يعني كانت اصابه صعبه وكان يعني الصوره كانت في ملعب صعبه جدا. النهارده تقرير رسميه من باريس سان جيرمان تقرير طبيه رسميه ان نيمار سيغيب عن الملاعب مده لا تقل من 6 ل 8 اسابيع عنده تقريبا قطع في اربطه الكاحل و هيغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن شهرين. طيب المان يونايتد طبعا رحيل سولشاير عن المان يونايتد والتعاقد مع مدير فني ألماني آخر. المدربين الألمان يكتسحوا البريمير ليج رالف رانكينج ده طبعا مدرب يمكن جديد لفريق مانشستر يونايتد. النادي أعلن عن تعيين رالف طبعا كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم. يمكن اتفقوا الطرفين يعني هو مدينه مهلة في خلال الموسم دوت لو أدى أداء جيد جدا وقدر يعني يعمل شكل أفضل وأداء أفضل ونتائج أفضل مع المان يونايتد قد يكون هو يستمر لمدة سنتين. لو ما عملش دوت هو اللي اشترط أنه يكون متواجد في المان يونايتد كمستشار فني. عايز أقول لكم أن رانكن طبعا المدرب الألماني هو ما دربش يمكن برا البوندسليغا يمكن كان مدرب لهوفنهايم لشتوتغارت لشالكا ويمكن للايبسك لمده اكثر من 3 مواسم وراح لكوتيفو الروسي وطبعا هو يبلغ من العمر 64 سنه عنده خبرات كبيره جدا في الدوري الالماني ولكن طبعا وجوده في المان يونايتد اكيد هو وصفها بخطوه كبيره جدا في حياته المهنيه وقال انه هيركز على الفريق بشكل كبير جدا. هو بيقول ان انا عندي لاعبين عنده توازن كبير جدا من حيث العناصر الخبره والشباب هيحاول يعمل نموذج جيد لهذا التناغم ما بين الشباب والخبره. هو كمان بيقول ان طبعا مانشستر يونايتد فريق كبير جدا شعبيه كبيره جدا وعنده لعيبه هيستغلهم وهيستغل امكانياتهم بشكل افضل خلال الفتره اللي جايه. زي ما بقول لحضراتكم هو مدرب حاليا مؤقت لنهايه الموسم ولكن اشترط في نهايه الموسم يكون يعني مستشار فني او مستشار رياضي في المان يونايتد لمده سنتين. زي ما بقول لحضراتكم يمكن المان يونايتد مع كاريك مع المدير الفني المؤقت كمان دلوقتي بيعمل نتائج لا باس بيها رغم ان الاداء لسه مش اداء المان يونايتد ولكن بيشتغل بشكل كويس وده اللي هنعرفه يمكن من خلال متابعتنا لحلقه المحترف. كمان وجه الشكر يونايتد لنادي لوكوموتيف في الروسي على طبعا تعاونه لان كان طبعا رالف هو المدير الفني لهذا النادي وكان التعاون واضح جدا جدا ما بين هذا النادي وما بين المان يونايتد.